إذا السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء متابعي قناة اليوم تيسير، أهلا بكم على اليوم كذلك فيديو جديد مهم بالنسبة لهاد لاكويزين. غادا تكون كيفما كتشوفو مفتوح. هادو فاس لي هو مبني لي كانت فيه الدالة، وفاس لي حطينا لي كيسو من الفوق حتى لتحت. إلا لاحظتو علاش هادشي كامل صورنا لك من المطبخ، لأن باقي محطيناش واحد لي بون كادغ يكون هنا. سمحوا لنا على الدربونة لي صورنا لكم. هنا غيكون عندنا لي بونكات، هاد البلاصة كلها لي معامرة بهاد لي زاكسيسوار الفران، غيكونو لي بونكات. غتكون واحد الكليسة، وهم فاس الكليسة غتكون التلفازة، ديالنا هنا، غتكون التلفازة، وهم فاس مع الكليسة. هنا حطينا لي كيسو، كتشوفو معنا في الفيديوهات، هنا ديكرادينا بالفورميكا، صبنا الكري وحاولنا نديكرادوه بالنوار. كذلك ثلاثة ديال الزيطاجات، وهنا مبقاش عندنا لاهوت. بالنسبة للبلاك تحت منها غيكون واحد الفران اللي هو العبار كبير، ماشي فران دوك اللي كيكونو كاستري، غادي يكون فران اللي هو مانيال، داكشي علاش خلينا هاد البلاصة ديالو محلولة. وهنا جاونا بيبان كيف العادة لي فاس، لأن الدالة كانت مبنية. هذا مازال غيتلف لوكوا باش نستغلو هاد لوكوا، هذا مازال مركبش. هنا حطينا غتكون عندنا ماكينة الصابون، ميكرووند، وكذلك كيف ما كتشوفو ثلاثة ديال لي زيطاجير بروفوندور السين، يعني ينفع على لي زاكسيسوار. وهنا إلا لاحظتو أنوار كذلك جوج متر وربعين، ثلاثة ديال